هنتكلم طبعا عن اخبار بقى الاهلي والزمالك. احنا دخلنا في معمعه الانتقالات والكلام الكتير اللي له علاقه بالصفقات. دايما هيبقى كلمه رسميا دي كلمه عزيزه جدا خلال تواجدنا في البرنامج، يعني رسميا فلان فلان ينتقل الى كذا، دي مش هتبقى رسميا غير لما تبقى رسميا. يقترب هيبقى اقترب. خلينا بس نتفق على المصطلحات اللي احنا دايما ايه بنبقى شغالين بيها، لانه بقى لنا فتره ما اشتغلتش بمصطلحات الانتقالات والحاجات اللي شبه كده من فتره الانتقالات الشتويه. فيقترب من كذا يبقى في مفاوضات، المتغيرات اللي بتطرأ على المفاوضات هنقولها لحضراتكم تباعا. دي بس المصطلحات اللي احنا دايما نتفق عليها. فكلمه رسميا دي عندي في البرنامج، لما تشوفوها يبقى هو رسمي فعلا، بقى الموضوع ده حصل، يعني خلاص القصه دي منتهي. لما يبقى في يقترب يبقى في مفاوضات، لما بيبقى في على الرادار كذا يبقى في مناقشات في عند النادي ده ولسه لم تصل الى النادي الاخر. دي مصطلحات بس صحفيه، لكن لازم نحط لها محددات علشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لحضراتكم. المقابل المادي بالنسبه للنادي الاهلي بيمنعه من التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي والنجم الجزائري المتالق بشكل كبير جدا جدا. يوسف حقيقه عنده أكتر من عرض، عنده عرض من السد القطري مقابل 5 مليون يورو، وعرض من الدحيل القطري مقابل 8 مليون يورو، وبالتالي دي أرقام فلكية كبيرة. يوسف لعيب كويس وعظيم وكل حاجة، بس ما أعتقدش أن الأهلي هيبقى عنده المقدرة أنه يدفع الرقم ده. طيب إيه قصة علي جبر؟ علي جبر بنسبة كبيرة ينضم إلى النادي الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا كده أو تابعته خلال الأيام اللي فاتت. علي جبر موافق على تخفيض راتبه لتسهيل انضمامه وانتقاله للنادي الأهلي. علي بياخد تقريبا 15 مليون في الموسم، هيتنازل عن الثلاث سنوات اللي فاضلين له في عقده مع بيراميدز اللي هم يعني 60 مليون جنيه كان هيحصل عليهم دون اي خصومات، لانه ما فيش في عقده اي حاجه ليها علاقه بنسب المشاركه. فهو لو الراجل قاعد بياكل ويشرب وموجود وبيتمرن، يعني انا اسف في التعبير، يعني لو ما بيعملش اي حاجه هياخد ال 60 مليون، هياخد ال 60 مليون في الثلاث سنين، بيتمرن بيلعب تمام الدنيا ماشيه هو بياخدهم، قاعد ما بيلعبش ما بيشاركش برضه بياخدهم. فاللي حصل انه الراجل عنده مرونه كبيره جدا علشان عايز ياخد تجربه اخرى يبقى موجود في النادي الاهلي. انا هنا ببقى حريص جدا على ان انا اقول الخبر، لان هو الراجل ما قالش تصريح، ففكر ان هو حريص يبقى انضم للنادي الاهلي لانه ممثل كذا كذا، دي التصريحات هو اللي يقولها. لكن احنا لما نقول ان هو عايز يعمل مرونة أو في مرونة كبيرة جدا جدا علشان ينضم للنادي الأهلي، إنما ما يتعلق بتصريحاته هو لما يبقى يقولها تبقى واصلة للناس عشان ما ننقلش إحنا تصريحات تثير القلائق اللي يعني وتعمل مشكلة. وفي كلام كتير بقى طبعا على اتفاقات ما بين الأهلي وما بين بيراميدز على انضمامات بعض اللعيبة، سواء بالانضمام المباشر أو حتى كمان من خلال الإعارات اللي ممكن تحصل. الأهلي رفض رحيل أحمد حمودي لفانكوفر وايت كابس الكندي، كان بعت عرض رسمي لشرائه خلال الساعات اللي فاتت في ظل وجود رغبة من اللاعب في الرحيل بسبب عدم مشاركته. حصل وكابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع اللعيب وقال له أنه لجنة الكرة أو لجنة التخطيط رفضت رحيله لوجود حاجة فنية ليه في الموسم اللي جاي. الأهلي في معسكره بيفوز على أوكام الإسباني بسباعية نظيفة وديا، ده في ثالث مباراة ودية ليه، اللي سجل أهداف جونيور أجاي هدفين، حمدي فتحي هدف، رمضان صبحي هدفين، وليد أزارو هدفين في اللقاء اللي اتلعب على ملعب لافينكا في إسبانيا. ثلاثي الزمالك، في أخبار أن الزمالك بينتظم في التدريبات، بتكلم على الونش وطارق حامد ومحمود علاء، كلهم بقوا موجودين وكلهم مع فرقتهم. كابتن خالد جلال بيحفز لعيبة الزمالك لتخطي مباراة الجونة. هنرجع تاني لبطولة الدوري عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية مباشرة بلقاء يوم 21 ما بين الزمالك والجونة، والصراع بقى المحموم ما بين الأهلي والزمالك للفوز بهذا اللقب. عبد الله جمعة راحة من تدريبات الزمالك بإذن من الجهاز الفني، والأمور ماشية بشكل كويس جدا حقيقة في معسكر الزمالك. على صعيد حتى كمان الانضمامات، الإدارة شغالة بشكل كبير جدا في انضمامات وصفقات جديدة. يمكن زي ما حضراتكم متابعين كده وشايفين في أسماء كتيرة مطروحة، وفي اسماء كتير جدا مطروحه في نادي الزمالك انها تكون متواجده. بخلاف يمكن اتكلمت معاكم في موضوع كهربا والموقف هيبقى عامل ازاي، انه الزمالك شايف انه بنسبه كبيره له حق في اللاعب، لن يتركه باي حال من الاحوال. طيب نعرف بقى موقف المقاولين العرب في طاهر محمد طاهر.